السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم رجعنا بفيديو جديد وحلقة جديدة تماما. فخلنا نشوف الظريف ده. والله ظريف. المهم اسف جدا على الصحبة اللي دامت تقريبا شهرين او اكتر. فاسف جدا على الصحبة. اليوم هنلعب اللعبة اللي انا يعني خنزقور فيها. اللعبة اللي اسمها فري فاير ديت. اللي مش عارف ايه دعوتها ولا حاجة. فخلي وانا اليوم بسلايك الماشين بتاعكم والاشتراك العظيم. وخلينا نبتدي. طبعا اليوم مش هلعب باتل رويال الوضع العادي اللي يلعب فيه كل الناس. لا انا قررت العب بوضع مختلف. فانا هلعب يعني بوضع الذئب الواحد. اتوقع مش عارف طبعا هعمل الوضع ثنائي. بس قولي لي ايه رايك بتكلم يعني كريستيان رونالدو ولا ده حاجه فخمه صح؟ فخلينا لا ثنائي ولا خلاص. فخلينا نبتدي. اوكي يا جماعه دلوقتي عايزيني اعمل سلاح. طبعا ده يا نهار السويد انا عايز الهواية التلجة ديت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاني هنا توقع. انا طبعا نوب مفيش حد يتريق. لا تريقة بليز. لا تريقة بليز. انا ماي جاد خلصت عليها بيت شوت ناري. واو طبعا بالحاجات بتاعت كريستيانو رونالدو. والله شكرا ليك منورنا في الحلقه. طبعا فخلينا نقوم داخلين كده مستنيين المزمزيل عملت الحاجه ديت. اقوم عامل كده واقوم مستني المزمزيل. طبعا انا مش هروح عشان ما تكسفش كسفة يعني. فينك قوليلي انت فينك يا حلوة. او ماي جاد اللي هو الجدار بدأ في الحياة المثيرة. يا نهار السويد هو احنا اتقلبنا. اتوقع كده. بس خليني اسلم عليكي عشان انتي مزيل جامدة بصراحة يعني. فخليني اسلم عليكي. السلام الاخير. لا او ماي جاد. طبعا انا فزت عشان انا محترف جدا 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 جدا. فيعني خلينا نقلب اللي هو القنبله ديت الى جدار امان عشان تعرفين والله اللي هو الدق. او ماي جاد سلاحي الخلوس. والله اني جايلك. هي جت ما فيش حد يلعب معايا. اللي يلعب معايا اديله بالجزمه. طبعا السلاح ده ممتاز جدا. فهعمل اللي هو المصمص اللي بيتشحن الرصاص. انا عارفه كمان المصمص اللي كشفتك يا قمر. طبعا اللي هو كده انا عندي خنفان. بس ما تستريقوش عليا عشان انتوا عارفين الموضوع كبير قوي. المزمزيل تتحرك باتجاه معين. فينك انا مستنيكي. خليني اعمل عليها قنبله كده.
هل مت؟ هل ماتت؟ يا مزمزيل الجدار بدأ. يا مزمزيل خلينا ماي جاد، هو انا محترف والله. في حاجه في الموضوع، في حاجه، انا متاكد انا محترف جدا جدا جدا. خلينا اوكي، انا هعمل اللي هو او ماي جاد، فاختار ده بس يعني، بس انا عارف اللي هو سلاح واحد بس هجلد بيه. مزمزيل المزمزيل، مستحيل تقتليني، انا قلتلك مستحيل تقتليني. انسيها دي، انسيها. والله على اكتشفت اني محترف. اوكي يا جماعة، دلوقتي انا يعني خرجت من الجيم عشان اللي هو بل الشيطين بتوعك. طبعا الحساب ده بتاعي انا، فيعني خلينا ندخل. طبعا انا طولت شوية حاجات، وهنا الليفل 23 حاجة خفيفة كده. فانا كريستيانو رونالدو، احترم نفسك واتلم. طبعا هعمل الوضع بتاعي، وخلينا نعمل اللي هو نمط فردي. او ماي جاد، مستحيل نمط ثنائي. طبعا بيقولوا الوضع الابداعي في حاجات في ثلج. اوكي يا دلوقتي هنختار السلاح ده. و هل بيقولوا ان في يا نهاري سويت، ده صعب جدا. اوكي يا جماعة، دلوقتي انا بتفرج على اي بوينين او مش عارف ايه. طبعا هو فوزنا. وات؟ فوزت وانا موجودة على جيت على جيت. مفيش حد دي فوز الا بلا كريستيانو رونالدو، انتوا عارفين شغلي بقى. يلا او ماي جاد. طلب. او ماي جاد، على طول يا جماعة. حد يعافيني. او ماي جاد، ده واحد اعرفه. اقتلوا اقتل ابن اللذينة. او ماي جاد، لا ده مش معايا. يا نهار السويد، انا غورتي في ده، انا غورتي في نص ده. يا يا نهار اسود، يا الليلة المنيلة بيه. انا لا، او ماي جاد الحبيبة. استريا جامدة. يعني احسبها هزيمة، بس يعني اكتشفت انها هزيمة عظمى. فانا هعمل اللي هو ده، هعمل ده وبعديها بس انت. اوكي لا، المهم كده اني عملت وانا سامع ان سمعت بتاعي. بص كده هيبدا ايه. حط فرست بلاد.
نفسك عافي نفسك منوب عافي نفسك دبل كيل يا جماعة دون ميتين خالص دون حشرات انا هجيب الاكي ده عشان انا وهعمل حائط الجلوي ده والفطر ده وهعمل منه كويسة كويسة هنا قنابل وليتو سودا اللي بيضايا ليتو سودا طبعا انا هعمل الجدار وانا شلق من صحابي Oh my god طرح لهم ارزان oh my god والله الاسلحه اللي دبل كيل دي تريبل كيل هاي جليدك هيتلموا عليك هاي جليدك بلا خطرك يا ولد يعني طبعا انا مش نوب طبعا فهجيب انا اختياري هو دوت يا نهار اسود وده ولو بقالي مثل ما بقاليش طبعا يا رب يا رب يا رب يا رب اكون الحائط الجول الحائط الجول او ماي جاد الحائط الجول الحائط الجول تعالوا يا اولاد اللدن فيرست بلاد او ماي جاد مش عدوي ما انسى او ماي جاد انا عامل الكرة ديت عشان اتباهى شوية عشان الحاجات يعني دي الام بي 5 هجيب الاكي ده وهجيب حائط الصندوق ده مفيش حاجة مهمة فخلينا يعني نتكل على الله تأكيد 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 ايه الصندوق ده او ماي جاد طرحت الالماس من الارض فيرست بلاد او ماي جاد استحي بسحب او ماي جاد قتلته قتله مش طبيعيه ده الدبح طبعا يعني ده الدبح جدا اوكي يا جماعه دلوقتي هندخل عشان نجيب صدرتي سوا ده كلام طبعا هخلي السلاح ده حائط جوله معايا حاجاتي معايا صدريه المستوى مش عارف ايه ده الفطر 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 فخلينا نبتدي الحياه او ماي جاد طبعا انا هبتدي بالمظبظين عشان شكلها معلق عملت حاجة جامدة يعني اعمل جليدو
اجلده اجلده اجلده، ما يهمكش ما يهمكش، انت قوي انت قوي، ابلع لايك ابلع لايك. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، ابلع ابلع. يا نهار اسود على النوم اللي معانا. او ماي جاد، محترف ضد محترف، ماشي اللي هيفوز. او ماي جاد او ماي جاد، يا نهار اسود. ده بيضحك، ده بيضحك. اسمه ايه اسمه ايه ده؟ اسمه كده. او ماي جاد، عارفه نفسه. انت هتضعف اكيد، عارفه نفسه طبعا بعضها يعني. المدمر، اوكي تعالى يا مدمر، اذا ما عملتكش شاورما دلوقتي. تعالى هنا، تعالى 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 لي، تعالى لي تعالى لي، اذا ما جبتكش شاورما قلبتك شاورما كده. ربنا يستر. او ماي جاد، يا نهار اسود، انا معايش حاجه. فين المدمر ده؟ يا نهار اسود. او ماي جاد، بس النص يعني، نص ثلاثة يعني، ثلاثة حاجة مختلفة طبعا. فين المدمر يا جماعة؟ نسيت. خلينا نجيب دوت بس يعني. او ماي جاد، لازم نعمل حائط الجلد ده عشان طبعا رونالدو بيتكلم على الفريق بتاعه، عشان هو محترم يعني، محترم محترم جدا. انا هعمل الكره بس يعني في وقتي مش كده. لا ايدي. او ماي جاد او ماي جاد، انا حميت صاحبي. او ماي جاد، بقالنا جيم ونفوز. خليني. او ماي جاد، بس صغير، بس 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 بس، مش محتاج اي حاجه. او ماي جاد، او ماي جاد، هرب. انسى انسى انسى، ده رونالدو، رونالدو رونالدو هو اللي اتحرك كده وكده. او ماي جاد، ابلع بيا ابلع. وبس كده يا شباب، دي كانت حلقه اليوم. في وقت بتشوفوا تحت واشتركوا معايا، وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في سكين كريستيانو رونالدو، عشان سكين بقى سترونج سترونج جامد يعني. فانا عملت له حاجات تطويرات جامده طبعا، انا يعني اول واحد طبعا طبعا يعني، يعني حاجه وستري ستري. فخلينا نكمل. مع السلامه، وما تنسوش لايك من بتاعكم واشتراك العظيم، وخليكم مع المقطع الجاي. مشاهده ممتعه.